بنو ثعلبة كان عندهم صنم، بنو ثعلبة عندهم صنم يعبدونه. واحد من بني ثعلبة إجا يوم من الأيام يجيب طعام هذا للصنم، طعام يجيبه يخليه أمه يقول له اطعم يعني أكل، زين يحط الطعام أمامه. إجن ثعالب اثنين يركضن وصلا إلى هذا الصنم، أكلن الطعام، وكل ثعلب عصل على الصنم، عصل يعني بال الصنم. فهذا وقف تأمل شوية، جت فد لحظة من لحظات تيقظ، قال شنو قصة أنا هذا عبده وهذا معبود ما يقدر يدفع عن نفسه ثعلب؟ ها؟ فوقف يقابل الصنم ويخاطبه يقول له رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فعلا رجع طلع فورا من بيت الأصنام وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله، دخل عليه قال له يا رسول الله أنا جيتك في شيء. قال له ماذا؟ قال له أنا آمنت بك الآن، لأن أنا طلعت من عبادة الأصنام وجئت الآن، أنا الآن أعتبرك أنت رسول الله وأنت الداعي إلى الله. قال له أنت ما اسمك؟ قال له أنا غاوي ابن ظالم. قال له لا، أنت راشد ابن عبد ربه، غير اسمك أولا. وهي مصيبة أيضا من مصائبنا إلى الآن، هاي الإشامي الرائعة الموجودة عندنا، شلون إشامي تحفة؟